رجعنا لكم تاني فقرة اتيكيت، اخر حاجة معانا في القاعدة الرابعة في ازاي اتكلم مع اللي قدامي او ازاي يكون عندي فن الكلام مع الاخرين، وهي الفهم ما بين الجدال والنقاش. لازم افهم كويس جدا ما بين اللي بيتكلم معايا وما بين اللي بيجادلني. كتير قوي بنخلط ما بين الجدال والنقاش، ان لما يجي حد يتكلم معايا ومختلف معايا في الكلام افتكر ان هو بيجادلني واقوم ارد عليه رد غير لائق. واخيرا عشان وقت الفقره طويل جدا، عايز اقول لكم اول لما بتكلم عن الكلمه بيحضر لي في ذهني مقوله شهيره للاستاذ الراحل العظيم عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحيه الحسين سائرا او شهيدا. قال ايه بقى؟ قال حاجه جميله قوي عن الكلمه. ايه هي الحاجه دي؟ قال: اتعرف ما معنى الكلمه؟ مفتاح الجنه في كلمه، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. أتعرف ما معنى الكلمة؟ الكلمة النور، وبعض الكلمات قبور، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. بالكلمة سوري أنا بنسى، أنا عارفة. بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات، علمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلت الظالم، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة. مفيش كلام تاني يتقال بعد لما قلنا كل الكلام ده على الكلمة. خلصت فقرة اتيكيت، و هنتكلم دلوقتي او هندخل في فقره جمالك، حاجه كده تطري على القلب. وبنرحب معانا بالدكتوره رغد ايمن خبيره التجميل، بنرحب بيكي. اهلا يا نور. اهلا بيكي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. احنا دلوقتي في اول تاني فقره معانا كستات، كلنا اكتر حاجه بنخاف عليها شعرنا، بشرتنا، جسمنا. الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن الجسم، الحلقه دي هنتكلم عن جمال ونضاره بشرتنا. اوكي. عوامل كتيرة قوي دلوقتي، تغذية، مية، شمس، إضاءة، أي حاجة بتأثر على بشرتنا. ممكن تقولنا إزاي نعرف نحافظ على نضارة بشرتنا أو بسهولة وبساطة من غير أي تجميل أوكي أو أي مستحضرات تكون إضافية؟ الطبيعي يعني. تمام. إحنا أصلا عندنا أربع أنواع للبشرة. أوكي. دهنية ومختلطة وجافة وعادية. حي. لازم قبل ما امشي في روتين لبشرتي لازم احدد نوع بشرتي الاول. انا لسه كنت هقول احدد ازاي نوع بشرتي. لو البشره دهنيه هتلاقي ان البشره كلها بتفرز زيوت ودهون، معرضه للحبوب، فيها رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء، فيها مسام واسعه. دي الدهنيه، دي الدهنية. اول بشره. أوكي. البشره المختلطه بيبقى واخده جزء دهني وواخده جزء جاف، بيبقى أوكي. على حرف التي، جزء من البشره دهني وجزء جاف. تمام. دي بلاقي فيه جزء فيه زيوت ودهون وجزء تاني بيبقى ناشف. البشره الجافه بقى بتبقى الوش كله ناشف. أوكي. بتحسي ان الخطوط باينه في الوش، اللي هي التجاعيد البسيطه، التجاعيد بتبقى باينه، بتحسي ان البشره اصلا ناشفه. فدي بتحتاج ترطيب قوي. أوكي. البشره العاديه دي بتبقى اقل انواع البشره مشاكل. اوكي. دي الخليطه. دي لا بيبقى فيها زيوت ودهون ولا بتبقى ناشفه، مش معرضه للحبوب، دي اقل انواع البشره مشاكل. انا كده حددت نوع بشرتي، يبقى لازم امشي على روتين عشان احافظ على بشرتي. ايه هو الروتين بتاعي؟ غسول وتونر او ميه ورد وكريم مرطب. ده الروتين اليومي بتاعي اللي انا لازم امشي عليه ايا إن كان انا نوع بشرتي ايه. اوكي. تمام. خلاص. لازم بقى بعد ما استخدمت الروتين اليومي استخدم روتين اسبوعي. أوكي. ايه الروتين الاسبوعي بتاعي؟ لو انا بشرتي دهنيه هعمل مثلا هو انا بس قبل لما تكملي كلامك سامحيني ان انا هقطعك. انت قلتي اول حاجه لازم اعرف نوع بشرتي، وفي اربع انواع للبشره، خليطه ودهنيه وجافه وعاديه. طيب هبص على حسب ما انت قلتي دلوقتي، لو انا بشرتي دهنيه هيبقى فيها حبوب كتير وهيبقى فيها مسام واسعه، صح كده؟ على اساسها بقى هعمل ايه؟ هتستخدمي بقى غسول يكون مخصص للبشره الدهنيه. اوكي. تمام. غسول طبيعي في البيت حاجه طبيعيه ولا غسول بشتري؟ لا، غسول بتشتريه. لو انت عايزه حاجه طبيعيه ممكن تشتري صابونه الكركم. صابونه الكركم
دي حلوه قوي للبشره. دي انا اول مره اسمعها، انا صابونه هي الكركم. صابونه، انا اسمع في ماسك الكركم. لا في بقى صابونه الكركم، صابونه الكركم دي بتوحد لون البشره، ايوه بتقلل الحبوب اللي فيها، بتقلل من البقع اللي في الوش. دي اوكي، صابونه الكركم دي للبشره الدهنيه اللي فيها مسام واسع اهو، واللي معرضه للحبوب. تمام. هعمل بقى، انا هحتاج ان انا، انت قلتي مش عايزين نخش في التجميل. لا احنا عايزين نبتدي الاول الحاجات الطبيعيه اللي ممكن نظبط بيها بشرتنا. الحاجات الطبيعيه وبعدين بقى لما نجرب الطبيعي نبقى نخش في التجميل براحتنا. انا عندي في الطبيعي ماسكات طبيعيه ممكن اعملها متوفره في اي بيت. اوكي، زي ايه مثلا؟ زي القهوه والليمون والعسل على بعض، ده ماسك على بعض. اوكي، قهوه وليمون وعسل، ده ماسك بيتعمل بسيبه على وشي ربع ساعه وبعد كده بغسل وشي بميه فاتره. اوكي، عندي قرفه على عسل، القرفه مفيده جدا للبشره لان هي بتوحد لون البشره، بتقلل من البقع اللي في الوش. القرفة على العسل. عندي ليمون على عسل بس. طب هو في سؤال صغير، القرفة على العسل وبعدين بحطها على بشرتي؟ لا اشرحي، احنا مش هينفع كده. بتحطي طب يا جماعه انا هقلع دي. بتحطي القرفة على العسل على مثلا على بشرتك نص ساعة مثلا. نص ساعة بسيبها كماسك ولا بحطها على بشرتي؟ لا بتسيبيها كماسك الأول، بتفرديها على الوش وبتعمليها بحركات دائرية كده وبعد كده بتسيبيها كماسك نص ساعة على الوش. اوكي تمام. عشان القرفة بقى، القرفة بتوحد أصلا لون الوش، بتقلل من البقع. معلومه جديده في الوش. القرفه مفيده جدا للوش، والليمون مفيد كمان قوي للبشره. انا اسمع ان الليمون فيه فيتامين سي. ده بقى فيتامين سي طبيعي يا جماعه، يعني اتعاملوا براحتكم من غير فلوس وعلاجات واي حاجه. دي الحاجات الطبيعيه اللي بتبقى في البيت. بس القرفه والعسل لوحدهم والليمون لوحده ولا على بعض؟ لا القرفه والعسل لوحدهم، الليمون مع السكر لوحدهم. اوكي، القهوه مع الليمون مع العسل لوحدهم. اوكي، ممكن نستخدم ليمون وزبادي، ده ماسك ترطيب حلو قوي للوش. هايل. ليمون على زبادي. ليمون على زبادي مفيد جدا. عادي. اوكي طيب، انا دلوقتي سني لسه في الثلاثينات. طيب. وده بشوفه كتير جدا، انا واحده من الناس يمكن بلاقي خطوط كده غريبه بتطلع، هو انا عجزت ولا دي ايه؟ انا بستعمل حاجه غلط ولا في حاجه غلط في الروتين اليومي بتاعي في اكلي في شربي؟ طيب. احافظ ازاي ان التجاعيد دي ما تطلعش في سن مبكر؟ طيب اول حاجه لازم تبعدي عن الاكل اللي فيه دهون كتير او الاكل التكاوي. لازم تاكلي اكل فيه خضار وفواكه فيها فيتامين سي وفيها بروتين وفيها زنك، الحاجات دي بتفيد الوش. لازم ننام بدري على الاقل، اصلا ننام بالليل 8 ساعات. ابطل ابص في الموبايل كتير. لا البص في الموبايل، بص الموبايل بيعمل تجاعيد، بيعمل خطوط وتجاعيد في الوش، لان انت معرضه وشك لضوء. فضوء الموبايل كتير على وشك يعني حتى ضوء الموبايل بيزود التجاعيد. بيعمل خطوط تحت العين كمان. فلازم ما تعرضش لضوء كتير، ما اعرضش وشي لضوء كتير. قبل ما انزل الشارع الصبح لازم احط صن بلوك على وشي، واقي شمس. عشان لو انا وشي تعرض للشمس لمده طويله، الشمس غير ان هي بتسمر بس، لا بتخلي ظهور التجاعيد والخطوط اسرع للوش، يعني بتخلي تظهر في وقت بدري. يعني ده اساسي وانا خارجه الصبح احط لازم تحطي صن بلوك على وشك. لازم تشربي ميه، 3 لتر ميه مثلا في اليوم. احنا كنا عاملين فقره الحلقه اللي فاتت فعلا كنا بنتكلم على اهميه شرب الميه. واهم خطوه بقى الترطيب، بشره دهنيه مختلطه جافه عاديه، اي بشره بتحتاج ترطيب، عشان الترطيب بيقلل من ظهور التجاعيد في الوش. طب وهل الترطيب ده برضو طبيعي، ماسكات طبيعيه، ولا دي الجا للكريمات؟ لا الترطيب يستحسن انك تلجئي للكريمات. لو انت بقى مش عاوزه تشتري حاجه من الصيدليه، ممكن تحطي ماسك عسل على وشك. عسل بس على وشك كله، هيرطب البشره. اوكي طب احنا دلوقتي قلنا ان في 4 انواع للبشرات، دهنيه، جافه، خليطه، عاديه. عاديه. انا خارجه اوكي، وسيبك بقى من العلاج اللي هياخد معايا وقت طويل، خارجه وعندي مقابله مهمه جدا وعايزه اداري شويه الحاجات دي، اختار نوع الفاونديشن ازاي على حسب زي ما انت قلتي كده بالظبط نوع بشرتي؟ لاني احيانا في بنات كتير جدا بتقع في الغلطه دي، انا واحده منهم. تمام. مبدئيا اصلا لو هننزل كل يوم يبقى نبعد عن الفاونديشن. لو هننزل كل يوم ممكن نستخدم يا اما بيبي كريم يا اما كونسيلر. اوكي تمام. هو مش الكونسيلر ده بيبقى تحت العين بس؟ ما احنا لو استخدمنا على بشرتنا كلها فاونديشن كل يوم كده انا ههلك بشرتي. الفاونديشن كل يوم بيهلك البشره. انا ازاي اختار اصلا نوع الفاونديشن بتاع بشرتي او ازاي اختار الدرجه بتاعتي؟ نوع بشرتي لو دهنيه لازم الفاونديشن اللي اكون بستخدمه يكون مات. اوكي مات.
ليه؟ عشان البشره الدهنيه اصلا اوريدي بتفرز زيوت ودهون، تمام. فانا محتاجه فاونديشن يقلل افراز الزيوت والدهون بتاعتي. فالفاونديشن المات ده بيقلب بعد ما تحطيه بيقلب على باودر. فلما هتحطيه هيقلل تصدقي فعلا شويه من افراز الزيوت والدهون. دي الغلطه كتير قوي بيقع فيها. لو انا بشرتي جافه ما ينفعش احط فاونديشن ماتنج على وشي، لان اصلا البشره الجافه اوريدي بتبقى ناشفه وفيها خطوط كتير، فبينشفها اكتر. هينشفها اكتر، فهحتاج احط للبشره الجافه فاونديشن يكون سلكي فيه نسبه ترطيب، يكون الفاونديشن ليكويد شويه. ده نوع الفاونديشن ازاي اختاره، ازاي بقى اختار درجته؟ ما ينفعش اجربه على ايدي لان لون الايد بتبقى غير لون البشره. مظبوط طبعا. فهجرب الفاونديشن على دقني، احط الفاونديشن على دقني، هدمج الفاونديشن من على دقني وسنه من على رقبتي. لو اللون اللي انا دمجته اتدمج مع رقبتي ومفيش فرق، تبقى هي دي درجتي المناسبه. لكن لو انا استخدمت لون افتح هيقلب معايا على جراي، مش هيدي الدرجه الصح. طيب اللبس ليه موضه؟ الميك اب ليه موضه؟ يعني في الوان بتطلع موضه؟ هي الالوان اللي ما بتبطلش اصلا الالوان النود اللي هي البنيات ما بتبطلش اصلا. ما بتبطلش اصلا. هي بتطلع موضه على حسب ايه؟ بيبقى على حسب العرايس هي اللي بتطلعها. يعني مش في حاجه معينه هي اللي بتطلع الميك اب ده او الالوان دي موضه؟ لا، هي الالوان دي ما بتبطلش. يعني لو جيتي مثلا، ممكن عروسه تحب اللون الفوشيا او ممكن ما تحبوش، كشمير ممكن تحبه ما تحبوش، لكن الالوان النود عموما هتلاقيها بتليق مع كل البشرات، سمراء، فاتحه، بيضاء، قمحويه، اي لون بشره هتليق ده معاه. واصلا بتحسي ان هي كلاسي الالوان البنيات، بتحسي ان هي فيها شياكه. اوكي طيب. في حاجة كمان بيقع فيها ناس كتير غلطات، مش عايزة أقولك وأحيانا بتبوظ لهم الدنيا. أنا أنت كلمتي قلتي لو خارجة الصبح حطي سان بلوك، لو رايحة الجامعة مكياجي يكون إزاي؟ وسؤال برضو بعديه تاني، لو أنا عندي انترفيو الميك اب بتاعي هيكون له إيه وهيكون إزاي؟ بس خلينا نتكلم الاول لو نازله الجامعه بتاعتي وخارجه الصبح، وبعدين لو رايحه انترفيو. تمام. لو انا مثلا نازله الجامعه هكتفي هحط سان بلوك، مش هحط فاونديشن خالص. هو السان بلوك ده ينفع يتحط عليه ميك اب؟ اه طبعا، بس بسيبه 10 دقائق عشان البشره تمتصها. تمام. طبعا السان بلوك ده، بس انا سوري انا بقطعك، بس لازم اوصل المعلومه كامله. لكل انواع البشره، مش كل انواع البشره اللي احنا اتكلمنا عليها الاربعه. البشره هتتعرض للشمس، البشره بقى دهنيه جافه مختلطه عاديه، هي اوريدي هتتعرض للشمس. اوكي. فانا لازم احافظ عليها من الحاجات اللي ما تخليش يبقى فيه خطوط او تجاعيد او هكذا. فبحط الفان بلوك في الاول لو انا رايحه الجامعه او عندي مثلا انترفيو، ما بحطش فاونديشن. لكن لو انا مثلا عايزه احط حاجات تخلي شكلي حلو، اعمل ايه؟ هحط كونسيلر يداري لي مثلا الهالات اللي في وشي بسيط. أوكي. ممكن احط ماسكارا بسيطه. هاسرح حواجبي باي باودر اللي هو ابان اقرب الى باودر الطبيعيه، وانا حاطه لمسات بسيطه. ده ميك اب الدراسه الجامعه. صح كده؟ في حاجه تاني ولا لا؟ ممكن بقى تنت او بلاشر مع روج نود. ما ينفعش احط الجامعه اروح الجامعه واحط روج احمر او نبيتي، الالوان الفاقعه دي ما تنفعش. لكن الصبح هحط الالوان النود الترابيه. أوكي. البيج، البيتشي، الخوخي، الكشميري الهادي، الالوان اللون ده ميك اب النهار للجامعه. اوكي. انترفيو عندنا حاجتين عكس بعض. اول حاجه بتقول ايه؟ البسي اللي على الحبل وحطي على قد ما تقدري ميك اب، اللي هو يا جماعه انا داخله لكم يعني كامله مكمله. وقاعده تانية بتقول تلمي شعرك، ميك اب خفيف جدا، لبس بسيط جدا. تنصحينا بقى ايهما اصح؟ بصي، لو انا هروح انترفيو هلبس حاجه فورمال شويه، مش هلبس حاجه كاجوال قوي. تمام. لان ده انطباع هيتاخد عني في اول مره انا رايحه انترفيو، هم ما يعرفونيش، فالانطباع هيتاخد من شكل. الانطباع الاول. الانطباع الاول. فاول حاجه لازم ابقى رايحه بحاجه فورمال وما تكونش اوفر في نفس الوقت. أوكي. مثلا بليزر، بلاوز، بنطلون، شارلستون، كده. وهحط ميك اب في وشي لازم يبقى هادي. اوكي. ما ينفعش احط حاجات فاقعه، زي بالظبط شويه الجامعه، ان انا مثلا هسرح حواجبي بباودر، هحط كونسيلر مع ماسكارا، تنت او بلاشر خفيف، روج هادي. لازم ابقى على طبيعتي، ما ينفعش ابقى عامله حاجات اوفر. اوكي، عشان ابان اقرب الى الطبيعه وفي نفس الوقت يبقى شكلي جميل. بالظبط. طيب يعني لو حبينا نسالك، هل دي هوايه عندك؟ يعني انت اخذتيها كده هوايه ولا انت درستيها
وعرفتي ازاي تتعاملي معاها، ان انت تطلعي ميك اب لذيذ او تحطي ميك اب لحد او تحطي لنفسك ايه الالوان المناسبه. تمام. انا من زمان اصلا وانا بحب الميك اب قوي. اوكي. جيت بعد الجامعه بقى ابتديت اخد كورسات وكده. ايوه. وطبعا خدتي كورسات ميك اب؟ في حد شجعك؟ يعني احب اوجه شكر لماما والبابا واخواتي، يعني لان هم سبب في كل حاجه انا بوصل لها، يعني هم سند ودعم ليا، ومهما اشكر عمري ما هو فيهم حقهم. فاحب اشكر ماما وبابا واخواتي جدا. ربنا يخليهم لك يا يا حبيبتي، رب يا رب. وربنا يوفقك وان شاء الله دايما في تقدم ونجاح. ومبسوطه جدا شفتك النهارده، نورتينا، اخذنا منك شويه معلومات والله فيها حاجات انا فعلا ما كنتش اعرفها، هعملها اول لما اروح بيتنا هنجربها. نورتينا، وان شاء الله نشوفك تاني على خير ان شاء الله. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع لكم على طول.